احنا عموما مع الترجي يعني الترجي دايما بالنسبه لنا، انا بتهيألي كده وشه حلو علينا. هو وشه حلو علينا، بس عارف يعني اللي هو ايه يعني. هو فريق طبعا ليه احترامه، اكيد انا بشوف واحد من غلان افريقيا، يعني اكيد فريق اكيد طبعا من الفرق لازم تعملها حسابه. وده واحد من الحاجات اللي عايز اكلمك فيها في مقدمات المباراه، في حاجات ممكن تبان انها في مصلحتنا بس هي بصراحه مقلقاني او مش مريحاني. فكره انه على خلفيه ماتش شبيبه القبائل والاحداث اللي حصلت، فكره انه الناس تقول لك والله مباراه تونس اتسهلت علينا قوي، اصل الترجي يلعب من غير جمهور. ناس تقول لك لا ده الترجي بيعاني من غيابات كتيره جدا وكلها لعيبه اساسيه، معز بن شريفيه حارس المرمى، حمدو الهوني الجناح الشمال بتاعهم، غيلان الشعلاني، كلها اسماء تقيله الحقيقه في فرقه الترجي. انا خايف من ده، خايف فكره انه هنلعب من غير جمهور وفي لعيبه ممكن تبقى غايبه مش موجوده، فبالتالي لا يا جماعه ده المباراه سهله واحنا رايحين نخلص على الترجي في تونس قبل مباراه القاهره. بص احمد، الكلام انت قلته ده كلام مظبوط جدا، ولكن زي ما قلت لك الهدف بتاع لعيبه النادي الاهلي مش فارق معاه في جمهور، مش فارق معاه مين اللي هيلعب او مين اللي هيغيب. اللعيبه رايحه لهدف معين، انا رايح النهارده اخد ثلاث نقاط زي ما بيقولوا، لان انا عندي ماتش تاني في القاهره. ايوه فاللعيبه بتاعت النادي الاهلي متعوده ان هي يبقى في ضغط جماهيري، حتى لو الترجي لعب بالاستاد متقفل كجمهور يعني وكده، اللعيبه بتاعت النادي الاهلي اكيد الهدف الاكبر ان هو انا مش فارق معايا جمهور. اعتقد الاحداث اللي حصلت ممكن تاثر على الترجي. دايما الترجي او فرق شمال افريقيا يا احمد، دايما قبل اي مباراه لازم تلاقيها بتطلع تصريح معين، اللي هو بيغيب لعيب فلان، لعيب الفلاني حصل معانا مع الصفاقسي. كان في لعيب مش فاكر كان اسمه ايه، كان لعيب مهم جدا في الصفاقسي، قالوا ان هو مش هيلعب وتعبان ومش عارف ايه، في السكور. عندك ده النهارده النفطي، النفطي وكان من اهم اللعيبه في عبد اللقاء، الكريم النفطي، عبد الكريم النفطي لعيب تقيل جدا بالظبط، جدا. صرحوا ان هو تعبان ومش هيلعب ودرجه حرارته بيموت في البيت ومش عارف ايه، لانه بيلعب في السكور. هم دايما فرق شمال افريقيا بتتعامل على العامل النفسي، لكن احنا عندنا لعيبه خبرات، عندنا لعيبه دوليه، عندنا لعيبه بتمثل نادي كبير في افريقيا. اكيد نادي الترجي عامل الف حساب للنادي الاهلي، وكذلك النادي الاهلي اكيد بيحترم فريق الترجي، ولكن الاهداف والطموح هو اكبر عند فريق لعيبه النادي الاهلي. وشايف ان احنا الحمد لله ايا كان مين الغيابات، ايا كان مين اللي هيلعب، احنا لعبناهم، بن شرفيه كان بيلعب والهوني وكل الناس كانت بتلعب احنا في وكسبنا. الدور في نسخه البطوله العشر، النسخه اللي توج فيها الاهلي باللقب على حساب اعتقد كايزر تشيفز، كان لعبنا جده، الترجي، لا جده لعبنا الترجي ومع مستر تحت قياده مستر بيتسو موسيماني وكسبناه ذهاب وعوده، دي النسخه اللي قبل الاخيره على طول. ايوه هل تعتقد يعني بيتكلم على جيلين واجهوا بعض في نسخه مش بعيده قوي، نفس التيم بتاعنا، في طبعا بعض الاختلافات وهم كمان يمكن عندهم بعض الاختلافات، لكن القوام الرئيسي للفرقتين هو هو. هل تعتقد انه ده ياثر او ممكن يتاخد قياس على الماتشين بتوع 12 و19؟ لا طبعا، خلي بالك الترجي برضو عنده خبرات، ولكن زي ما قلت لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي العظيم اللي هو بيبقى دايما موجود مع الفريق، سواء اللي هيسافر او اللي موجودين في تونس، انا شايف ان اللعيبه زي ما قلت لك يا احمد هم بيطلعوا من بطوله لبطوله. النهارده كان تركيز في كاس سوبر، خلاص انتهى اللقاء والفرحه وكل حاجه، الموضوع انتهى، راجعين في طياره بيركزوا في ماتش الترجي. النهارده اللعيبه كلها بتأدي بشكل كويس في التمرين وروح عاليه، والناس المصابه رجعت، وشفنا عمرو السوليه اكيد رجوعه اكيد برضه هيبقى أكيد اضافه طبعا للفريق وخبراته. انا شايف ان فريق الترجي بمشاكل اللي عنده، الاحداث اللي حصلت في ماتش الجزائر، الجمهور طبعا اعتقد بيفرق جدا، هو الجمهور يفرق جدا يا احمد مع فريق الترجي، لكن احنا بالنسبه لنا لو انت الاستاد متقفل هو مش هيفرق معانا، احنا اللعيبه رايحه لهدف معين، واكيد اللعيبه عندها خبرات ومرت بالظروف دي قبل كده. شايف ان كل حاجه لعيبه النادي الاهلي رايحه لهدف، ثلاث نقاط مهمين جدا، لان افريقيا تاني وتلعب كاس عالم انديه تاني، وده اللعيبه بتفكر فيه، وده هو ده النادي الاهلي، عشان كده النادي الاهلي كبير ودايما بيلعب على البطولات.